الحمد لله سارة نامت في سريرها وكمان خدت ملك في حضنها. ميرسي على مساعدتك يا كارمو. أنا لازم أشوف ضيوفي قبل ما يمشوا. أكيد طبعاً. اتفضلي. أنا عايزة اللجنة تطلع على الملف ده وتديني التقرير، والاجتماع يبقى الساعة 12 مش 10، واديني الملفات عشان أطلع عليها قبل ما نطلع. هي فكري في إيه؟ الدكتور علي مأمون يا فندم. ماله؟ رئيس الوزراء الأستاذ علي مغبوطه، هما قاعدين مع بعض دلوقتي في اجتماع. قاعدين مع بعض؟ يبقى أحسن وأمرهم. وارد جدا يا فندم يكون قرارهم خاص بالفيديو ده. فيديو ايه؟ مين اللي بعت لك الفيديو ده؟ مفيش حد بعته، الفيديو مرفوع على اليوتيوب. اكيد علي مأمون. هو كان موجود في الحفلة في بيتي. معقولة في ناس كده؟ كل ده علشان الوزارة؟ للأسف يا فندم مش هو اللي رفع الفيديو. أمال مين؟ مربي بنفسه. تفضل. مستر عمر، في أنسة بره بتسأل عن حضرتك وعاوزة تقابلك. اسمها ايه؟ كارما. أنا آسفة. على إيه؟ مكانش ينفع أكلمك عن عملية كركوك، بس ظهورك ربكني يا عمر، ما كنتش عارفة أنا بقول إيه. أنت كنت جنتلمان قوي معايا، وما كانش ينفع أقول اللي أنا قلته. اسفك مرفوض، ولو جاي عشان خايفه اروح لمحمد مراد اقول له انك نصابه، لازم تفهمي ان انا مش هسيبك تنصبي على الناس دي. انت فاهم غلط، انا ما بنصبش عليهم. جد؟ يعني اسمك كارما نوار، ولا انا دفعت 2 مليون دولار لواحده اسمها سلمى منصوري وللاسف صدقتها وحبيتها؟ أنا فهمت متأخر إن أنا التارجت في الشغل النصب بتاعك ده، بس مستحيل يحصل تاني. أنا مش موجودة في بيت محمد مراد عشان أنصب عليه. أنا لأول مرة تجيلي فرصة حقيقية إن أنا أعيش حياة محترمة ونضيفة. عمر، أنا فعلا ببني دار أيتام، كنت طول الفترة اللي فاتت بجمع فلوس عشان أبني الدار دي، عشان أحاول أساعد أطفال ملهمش مستقبل. ولو على فلوس التبرعات مصطفى صبري عندك، او روح اساله، هو اللي بيستلم كل حاجه.
يعني مصطفى صبري هو تارجت الجديد؟ انت لايمه قوي، جاي تنصبي على اوسخ محامي في البلد. اديك قلت هو اوسخ محامي في البلد، وانت عارف لو هو حس ان انا بخدعه ممكن يعمل ايه. طب ردي، ليه عائلة محمد مراد؟ اسألني سؤال تاني إلا ده، بعدين هقول لك على كل حاجة. اسمك الحقيقي؟ هيفرق إيه اسمي؟ كارما ولا سلمى؟ افرق معايا أوي. عمر أنا اتولدت في السجن، اسمي الحقيقي مش هيفرق. ممكن تيجي معايا مشوار وبعد كده هرجع لك كل حاجة لو سمحت. ممكن. ممكن. كان عندي حلم يا عمر، حلم نفسي من زمان أحققه، وغير حاجات كتير عملتها في حياتي وأنسف بيها كل اللي فات وأعيش حياة هادية وحلوة بعيدة عن كل قلق. الحلم ده كان يتحقق هنا في الأرض دي. والله لا، دي تركاية جديدة بقى. أنا عمري ما كنت حقيقية زي دلوقتي، وأنت عارف أنا لا بخاف ولا ضعيفة. أنا يمكن أكون خدعتك قبل كده، بس أنا عايزة أصلحها، عايزة أصلح اللي حصل بينا. للأسف مش قادر أصدق، بقيت خايف أصدقك. شو بقى يا عمر تصدق ما تصدقش؟ أنا مش بقول كده عشان أخبي حاجة أو خايفة، أنا فعلا عايزة أثبت لك ده. يعني هتسلمي نفسك زي الأفلام، تقولي بقى كل حاجة والجو ده؟ لا، أنا عايزة أسلمك الأرض دي. ده تنازل عن الأرض باسمك، من كارما نور لي الأرض دي متسجلة باسمها. بس أنا عايزة أطلب منك حاجة لو سمحت، يا ريت محدش يعرف حاجة عن الموضوع ده دلوقتي، على الأقل عشان الأطفال اللي كنت بعمل لهم المشروع ده. أعتقد دلوقتي حقك بقى مضمون، يمكن أكون قادرة أصلح حاجة من اللي حصل بينا. Thank you.
مصطفى. 1000 جنيه. 1500. سولد 2000. يا حلاوة. أنا أوت. مصطفى سولد ورشاد سولد وحضرتك سولد. يكشف يا درجة. فول روعة. جريت آس. ستريت فلاش وولع يا واد يا جماعة. يا بنت اللذينة. أنت حظك ملعلع النهارده. اعترف إنها شطارة مش حظ لما بيخيب بيقول كده. ما كلنا خيبانين، هو أنا لوحدي، حتى الراجل اللي لسه جاي النهارده. أحبك يا مودي لما تيجي في صفي. ابسط يا عم، عوضت الخسارة ببوسة في الهوا. تعرف انك راجل غريب قوي يا مودي؟ اشمعنى؟ اتفضل. تشيز. انت مش رجل اعمال ابدا. والله انا عندي شركات وفلوس مش سارقهم يعني. مش اقصد تركيبتك غير، يعني الملياردير بيحسب الوقت بالثانيه، احنا لما بنبقى سوا بحسك انسان عادي كده، ولا بتبص للوقت ولا بتفكر في البورصه ولا حتى بتبص لموبايلك. الموضوع بسيط يا نودي. ازاي يا مودي؟ اصل اكتشفت ان الدنيا ما تستاهلش. في الاول بنتعب عشان نعمل اول 1000، وبعدين اول مليون، وبعدين اول مليار. بعد كده الفلوس بتتحول ارانب بتجيب بعضها. تقدري تقولي لي على سبب واحد يخليني افضل اجري وموت نفسي في الشغل؟ شبه الكلام اللي بتقولوه للفقراء، ان الفلوس ملهاش معنى. بالعكس، انا لما بتسأل السعاده في الفلوس بقول ايوه، بس انا بتكلم عن حياه نفسها. انا داخل على 60 نودي وشفت الموت بعينيا وفهمت حاجات ما كنتش فاهمها قبل كده. فهمت ايه يا مودي؟ فهمت ان اللي فاضل مش قد اللي فات، وان اللحظه اللي بقضيها معاكي اهم 1000 مره من اجتماعات رجال الاعمال الجامدين التقال اللي ما حصلوش. للدرجه دي؟ على فكره انا هتغر كده. لو حصل تبقي ما فهمتيش كلامي. انا خلاص يا ودي ما عنديش وقت اضيعه مع اللي شايف نفسه او عايز يتدلع. اللي هيمشي هجيب مكانه 1000. تشيز يا قلبي. تشيز يا روحي. مراد اتصل بيك طول اليوم ما بتردش عليا ليه؟ اصلي بصراحه ماليش مزاج اتخانق النهارده. من جاب سيره الخناق؟ بالعكس، كنا هنتفرج سوا على فيديو. شفته. برافو يا مراد، شابوه، فيديو جميل جدا وشيك، وكافي انه يبعدني عن الوزاره. أنا ولا تهمني الوزارة من أساسه. أنا عايز أعيش حياتي. لو أنت ما زهقتيش من حضرتك ويا فندم وسعادتك أنا زهقت. عايز الوزارة ليه؟ ناقصك كلمة معاليكي؟ ناقصني حاجات كتيرة أنت لا يمكن تفهمها. الفلوس مش كل حاجة يا مراد بيه. وأنت عشان تبقي وزيرة لازم تخلقي نفسك وتخلقيني. أنا مش عايز أتخنق. ما بقاش عندي وقت قد اللي راح. ومش عايز أكمل الباقي من عمري وكل خطوة بحساب. أنا عملت مليارات، مليارات كتيرة. هعمل بيه إيه دلوقتي؟ هتفرج عليها ولا طالع من اجتماع لاجتماع؟ هو انا ما وقفتش في سكتك لما كنت عاوز تزود المليارات. بالعكس، وقفت جنبك وقلت جوزي لازم يبقى اهم رجل اعمال في البلد. دلوقتي جاي توقف قدام حلمي ليه يا مراد؟ عشان ما بقاش عندنا وقت نضيعه في كلام فارغ. الوزاره كلام فارغ؟ ورئاسه الوزاره كلام فارغ، واي منصب دلوقتي ملوش اي معنى. كنت ممكن افهم ده واحنا لسه صغيرين لما كان عندنا وقت للحلم والجري والصراعات. يا صفناز هانم، لازم تقتنعي ان حلم الوزاره دلوقتي حلم متاخر.
حلم اتأخر 20 سنة. مش أنت اللي تقول حلم اتأخر وحلم مين جه في ميعاده؟ في شبابنا. في شبابنا ما كانش ينفع وزير يبقى تحت الأربعين، كان ضد القاعدة. أنت ناسي ولا ما كنتش معانا يا مراد بيه؟ جاي دلوقتي بعد ما الظرف والوقت اتغير تقول الوقت فات؟ زي ما أنت حققت حلمك من حقي أحقق حلمي وتقف معايا كمان. يا ريت كنت أقدر أصافي، لكن مع الأسف أنا دلوقتي عايز أرقص وأغني وأشرب من غير ما تتنصب لي محكمة أو حد يعد علي أنفاسي. صدقيني يا حبيبتي، الوزارة دلوقتي هتمنعنا نعيش حياتنا، هتحبسنا جوه أوضة مقفولة وكاميرات كلها طلق رصاص. أنت عايز مني إيه؟ أنا ما عدتش فهماك، ما عدتش فهماك يا مراد. عايزك تبقي زيي، مش لازم تستني لحد ما تقع من طولك عشان تبطلي جري. تعال نعيش، نسافر، نتفسح، ناخد مركب ونطلع بالشهور نصطاد، نشوف أولادنا ونحبهم وناخدهم في حضننا. العمر مش فاضل فيه كتير. أنا مش مصدقة اللي بتقوله يا مراد. أنا ما عجزتش للدرجات دي، لسه بدري على الدفاية واللعب مع أحفادنا، أنا لسه في عزي. تمام، عندك حق، أنت لسه صغيرة بس أنا اللي كبرت ومن حق أعيش مرتاح. أنا إذنك. لحظة قبل ما تطلع فوق، عاوز أقول لك حاجة مهمة. بعد الفيديو اللي رفعته وبعد ما بعتني عن الوزارة، حاجات كتير وضحت قدامي. أنت مش عاوز ننجح ولا أظهر جنبك، ويمكن ما تكونش مؤمن بي أساساً، ده حقك يا مراد بيه، بس أنا كمان حقي أرد وحرد بكل قوتي. ميرسي قوي يا شريف، حتى احلى ما كنت بتخيل، دايما بتفاجئني. لو مفيش حد بيفاجئني اكتر منك بصراحه. قصدك ايه؟ لا ابدا مفيش حاجه. عيب نفتح حاجة مش بتاعتنا. ايه ده، دي مش ليا؟ لا يا خفيف، مش ليك، دي حاجة ماما بعتها لي من الأردن. ولا هدية لحد تاني مش عارفة تقولي لي؟ حد تاني زي مين؟ بزنس مان ديسنت، حلو قوي، عرفتيه في أوبروس، وأول حرفة من اسمه عمر هدية. طب ما انتي عارفة. وده هجيب له هدية ليه؟ عشان كلامه اللطيف قوي عنك في الحفلة. حب يجاملني بزيادة عشان موضوع اللوحة وكده. لا بس كلامه عنك معايا، كانش واحد بيجامل واحدة وبس. قالك ايه بالظبط؟ قال انه حبك. وانا مالي؟ لا مش بس كده، ده قال لي انك اكتر بنت هو حبها في حياته. انا ماليش دعوه بمشاعره ناحيتي، دي حاجه تخصه. طب وانتي مش حاسه بحاجه ناحيته؟ اكيد لا. وابرز بزنس مان تعرفت عليه، قضينا شويه وقت مع بعض وبعدين كل واحد راح في حاله عادي يعني. وبعدين تعالى هنا تستجوبني بصفتك ايه؟
بما اني مهندس ديكور ف شغلتي بتخليني اعرف تفاصيل حياه العميل اللي بعمله شغل، ومنها اقدر اعمله ديكور يناسب شخصيته. تفاصيل حياته. عجبتك الالوان وشكل اوضه الاطفال؟ صراحه قوي. انا مش عايزاك تغير اي حاجه، وبعدين حتى لو هتغير مش عايزاك ترجع لي. انا واثقه قوي في ذوقك، وبعدين مش كفايه انك متطوع باجرك في اللي بتعمله ده للدار؟ باجري على سن مريض محاره؟ ليه وانت مش كده؟ كده ايه يا بنتي؟ ده انا فاضل لي تكه وابقى عالمي. هو انا عشان متواضع وقاعد معاكي؟ انا عارفه، عارفه انك عالمي اصلا. خلاص بقى. احب اعرفكم بنفسي، انا حسين مدكور مدير سلسله مطاعم بالصحه والهنا، وسعيد جدا ان احنا اخترناكم اخر مجموعه من بين 500 طيار. مبروك يا اولاد، مبروك. حد فيكم يسالني احنا ليه اخترناكم انتوا بالذات؟ لا هقول انا. اخترناكم لانكم مش مجرد طيارين. انتوا ممكن بكره كل واحد فيكم يبقى مدير فرع. على فكره مفيش حد عندنا بيتعين ويفضل في مكانه. بنوزعكم على جميع الاقسام، شوف خبراتكم مواهبكم، احنا بالظبط زي نظام الاوتيلات، والناس اللي هتتصعد منكم هنسفرها بره تاخد كورسات. هيسافروا فين يا ريس؟ وقتها هتعرف. خلي بالكم انتوا الباترين بتاعتنا، يعني الزبون ما بيشوفش المطبخ، بيشوفك انت، بيشوف هيئتك، نظرتك ليه، شكلك، شعرك، تحلقه. اهم حاجه الاوردر يوصل في ميعاده مظبوط. اعلنوا انتباهكم بقى، اديكم خلفيه عن سلسله مطاعم بالصحه والهنا. دي سلسله موجوده جوه القاهره في 20 فرع، وبامر الله السنه دي اخر السنه دي هكون موجوده في كل محافظات مصر. وهنوزعكم على الفروع على حسب كل واحد ساكن فيه. يعني اقول لكم على حاجه كمان، هنعمل لكم تامينات صحيه. على فكره انا مش بعيد عنكم، انا زيكم بالظبط، كنت من كام سنه طيار زيكم، وكان عندي حلم وربنا كرمني وحققته وبقيت مدير. احنا بقى هنسهل عليكم المهمه دي كلها. الافتتاح هيكون يوم 15 في الشهر، ومن اول الاسبوع هنبتدي الكورسات، وكل واحد فيكم هيسيب الموتوسيكل بتاعه عشان الصيانه طبعا، وهتستلموه يوم الافتتاح ان شاء الله مع اليونيفورم وصندوق الدليفري. يا ريس ما انا المره اللي فاتت شفتوا الموتوسيكل بتاعي ولقيتوه جديد نوف. انا يا ريس بعد اذنك مش هقدر ابعد عن منه. مين يا ابني؟ المكنة بتاعتي. ده حالي ومحتالي، انا هنام جنبها هنا. بقول يا ريس المكنة بتاعتي جديدة ولسه بدفع قسطها. طب اسمي كريم ايه؟ محمود يا ريس. اعينوني بقى انتباهكم بعد اذنكم، عايزين ننصح الاخ محمود ان هو لو عايز ياخد المكنة بتاعته يتفضل ياخدها، احنا ما عندناش اي وقت للتأخير. لا 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 يا ريس، انت صدقت ولا ايه؟ انا مش هنام جنبها. طيب يوم السبت هنبتدي الكورسات، وهناخد المقاسات بتاعت اليونيفورم وبسرعه جدا. واهم حاجه يا ولاد، قصدي يا رجاله، اهم حاجه الميعاد المظبوط، تحضروا في الميعاد المظبوط. تمام؟ تمام يا ريس. تمام؟ تمام يا ريس. نغني غنوه مصر بتاعت الافراح، وحياه قلبي وافراح.
ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ اهلا. انبسطتي في حفله دار الايتام يا الهام؟ اه طبعا انبسطت جدا، كفايه انها في بيتك وعلى شرفك. كويس انك فاكره انها على شرفي. اكيد. دي الاوراق اللي عايزه اخلصها لك؟ ايوه يا صافي، مش ناقص بس غير على قيمه صغيره من مصلحه الجمارك. انا مش عارفه ودي جمالك فين. اشربي يا مدام. المدام مستعجله مش هتلحق تشرب حاجه. شكرا. اقعدي. عملت شغل حلو في الحفله؟ شغل ايه يا صافي؟ تقصدي ايه؟ بصي يا الهام، انا كنت عامله خاطر علشان احنا كنا زملاء في مدرسه واحده وسبتك تستغلي بيتي ومعارفي لشغلك، واسطه من هنا واسطه من هنا، تشبكي دبده تاخدي عموله، كل ده ما يهمنيش. برافو عليك، ويا ريت تكوني عملتي شغل كويس في الحفله الاخيره علشان ده هيكون مكافاه نهايه خدمتك عندي. بعد كده بيتي مش عايزاكي تدخلي، مش هتقابلي معارفي وصحابي، مش هتكوني واحدة من الشلة بتاعتنا. انت بتقولي ايه؟ انت تسكتي على ما اخلص كلامي، وبعد كده تمشي من سكات الكومباوند، ما تدخليهوش خالص. انا اديت اوامري للسكيورتي لو شافوكي يرموكي في الشارع، ولو كنت انا في مكان او امكانية ان اكون فيه انت تختفي خالص، لان لو لمحتك يا الهام سيرتك المش نظيفة هقولها على الملأ. شريف ابني ما تقابلهوش ولا تكلميه، لو عرفت انك كلمتيه انا مش عارفة هعمل فيك ايه، او اعتقد انت تقدري تقدري انا هعمل فيك ايه. انت فاهمة الموضوع غلط. قلتلك ما تتكلميش. انا خلصت كلامي، امشي يلا يلا. الهام، صافي زهير ما تهددش الا مره واحده، هي دي، فاهمه؟ يلا. نفسي نسافر يا امين زي ما كنا بنعمل زمان. وماله نسافر؟ تحبي تروحي فين؟ ايه ده بسهوله كده؟ وايه اللي هيصعبها؟ أنا نفسي نبقى مع بعض في مكان لوحدنا، نفتكر أيامنا الحلوة مع بعض، و ما يمنعش إن احنا نتشقى شوية كتير كمان. أنا مش مصدقة نفسي، معقول أنت أمين واقف هنا جنبي وتقولي كلام حلو كمان؟ أنا هعوضك عن كل اللي قصرت فيه، وهعوضك عن كل الأحاسيس الوحشة اللي حسيتيها بسبب ظروف شغلي. مش هتفتكري غير أمين اللي بيحبك وبيدلعك وبس. أنا كمان هعوضك يا أمين. أنا عارفة إن ساعات كتير كنت ببقى قاسية عليك، بس ده عشان أحافظ على حياتنا وحبنا والبيت اللي إحنا بنيناه سوا. شايلة لك هنا مفاجأة. مش فاهم. منين يا أمين؟ الولد اللي كان نفسي يشيل اسمك من زمان. عندي ابن. صورك في الحفلة مكسرة السوشيال ميديا وزي القمر كالعادة. أنا مش عارف بس أنت عمالة تصغري وسايبانا إحنا نكبر لحد إمتى؟ المهم تكون الحفلة أدت دورها المطلوب. أدت دورها وزيادة، والفضل يرجع ليكي. أنا متشكر جدا على وقفتك مع كارما. مصطفى، أنت عارف إني مش ممكن أتأخر عليك في حاجة. وبعدين البنت تستاهل. شي از تالنت، وهي عارفة بتعمل إيه. وتو بي اونست، انا احترم البنت اللي تحسب خطواتها. شكلي هبتدي اغير وجهه نظري فيها. ياه.
اخيرا رديتي عنها. الحمد لله ان فتره الاختبار خلصت. هو امتى هنبارك لك رسمي كده على الوزاره؟ بعد الفيديو اللي صاحبك فضحني بيه مفيش وزاره. النهارده او بكره بالكتير هينزل فيديو يعمل ضجه ويشغل الناس عن فيديو مراد. الناس هنا عندها ذاكره سمكه. الفيديو كان ممكن يعدي في ظروف تانية مش في الوقت الحرج ده. والنتيجه بانت من اول يوم. رئيس الوزراء قابل المنافس بتاعي اللي مراد بيه عزمه بنفسه في بيتي من غير اذني. ما تعرفيش حصل ايه في المقابله بالظبط؟ لا، لكن النتيجه واضحه يا مصطفى. مش قادره اصدق الحلم اللي عدى بني سنين يضيع مني وبالسهوله دي. بكره هتشوفي ان دي مجرد تخوفات وقلق ملوش لزوم. انا واثق ومتاكد ان الوزاره هتجيلك. يا ريت يا مصطفى.